السلام عليكم إخواني وأخواتي، هذا هو الفيديو اللي بغى يقلدني عليه بالقزيز. برافو ليك، شوف شكون في ديك البيت، شوف دخل شوف شكون في ديك البيت. ايوا لي زوارتي خليفي ديك البيت تما، علي الرواق بكلاطة، علي الرواق علي بكلاطة. هاي يلا شكون زوارتي تما؟ ارهابي قتلتي؟ مزيان زيد لما كتقتل اعداء الوطن، لما كتقتل الارهابيين خوانا. ايه وقول خوانا ولا بدي خوانا. هاي زيد كنا تبغيش تكوني حدينا المغرب ديالنا؟ لا ولي حضرنا المغرب ديالنا شنو يتعمل له؟ بحشطاشه ولا بشي بكلاطه هيدا با با. هايداك لا هيدا شوف هيدا انت ما تصورش هاديك الشي دحيه كيصور هيدا بنادم شخصي ماشي غاتصور شي حاجه غاتصور هاي الصور هادشي هذا قمعر. هلا قول نشيد الوطن، قول نشيد الوطن، نشيد الوطن. هلا قول ما البيت الأحرار مشرق الأنوار ممتدى السؤدة وحيمة انت المتدى وحيمة عيش في الأوطان أشرد الدنيا أن هنا نحيا بالشيعة الله الوطن الملك. الله خليك برافو ليك. ألوغ أنا بحال اللي شفت إخواني وأخواتي، هذا الحفيد ديالي، وهذا الفيديو هذا شافوا بالقز وحفظه الله. إذا إخواني وأخواتي بحال اللي شفتوا هاد الفيديو، هي اللي شاف بالقزيز وبغى يقلدني عليها، ودار الفيديو هو ولدو، هي اللي غادي نوريكم دابا الفيديو اللي دار هو. وشوفوا شنو كنعلموا حنا لولادنا، ورا نشوفوا بالقزيز اش كيعلم ولدو. داليا شوفوا محمد السادس. علاش نحرقو؟ محمد السادس دجاج كيتاكل زبل. الناس زعما كتاكل زبل؟ لا كترجمها بقلوبها يا حمار. جيبوا ديال دونك في نطاق حملة ديال دابا هذا هو النضال، كتعلم ولدك النضال. هذا النضال خذ من هنا.
هذا هو النضال، يعلم ولادهم النضال. حيد البنغوان. العائلة الملكية ومطلوب السادس. ايوا ومن بعد. ومن بعد. عندك تحرك. ومن بعد كواغط كواغط كيتحرقوا ايوا من بعد. هذا هو النضال يا الحمار. وحنا كنوجدوا لكم انا وريتك وريتك واحد شويه لا لا ما صفه وريتك واحد شويه انا تحركت انا وريتك واحد شويه ومازال الحافيد ديالي صغير على هاد البنغوان ديالك انت شتي يلاه تعلمي يهضر وشتي شنو كيفاش كي عنده ديجا مبادئ وعنده ديجا حب الوطن وعنده ديجا فكرة بأنه باش يدافع على الوطن ديالو من أي شر كان. هذا هو اللي كنوريه. بغيتي تتعلم بغيتي تقلد سيدك بغيتي تقلدني وديت انت فيديو مع هذا هو الفيديو هذا هو النضال. شد كاغط وحرقو كيقول لكم أخوتي المغاربة تعلموا النضال. إخ عليك وعلى النضال ديالك يا بلقزيز سير تموت انت وهاد الطرق.